تخوضوا التنسيقيه المحليه طلبه خريج وممرضي المعهد العالي للمهندسه والتقنيه الصحه بالدار البيضاء. هذه الوقفه الاحتجاجيه محليه بصيغه وطنيه، دعوه تجسيدا للبيان الاخير الذي دعت له التنسيقيه الوطنيه طلبه خريج وممرضي المعهد العالي للمهندسه والتقنيه الصحه بتجسيد هذه الوقفات التي اليوم في مجموعه من المدن الاخرى التي تخوض هذه الوقفات. اليوم كتنسيقيه محليه نخوض هذه الوقفه امام مستشفى الجامعي ابن رشد، مطالبين بالتعويض عن التدريب الاستشفائيه لصالح طلبه المعهد العالي، وايضا بانصاف الممرضين وتقنيه الصحه بعداله اجريه، عداله نطالب بها انصافا للممرضين. ايضا نطالب بالتعجيل في اخراج هيئه الممرضين وتقنيه الصحه، وايضا نطالب باخراج والتعجيل باخراج مصنف الكفاءات والمهن، لان الممرض اليوم لا يعرف متى تبدا مهامه ومتى تنتهي. الممرض اليوم يشتغل بدون قانون يحميه. اليوم نطالب الوزاره بالنظر والتعجيل بالنظر في النظر الى مطالب الممرضين، والممرض اليوم لن يتنازل ولن يتراجع الى حين تحقيق مطالبه كامله.